ايه عمي، جبت لك احلى شاي ابو الهيل. تسلم علاوي حبيبي. العافيه. تفضلوا انتو، هم شربوا من شاي علاوي حتى تصحصحون. ايه والله علاوي. تسلم علي كمال. علي كمال، عندي سؤال الك. تفضل اخويا. اقول لك، مو على اساس ابوك الجديد يشتري لك سياره؟ لا اخويا سنان، بس حكي، ما اكو لا سياره ولا شيء. ابني ترى ابوك الجديد قشمر عليك، انت ليه سمفتهمت هذا الشيء؟ اخذ امك من ايدك وسلاحك من ظهرك وانت نايم، كل شيء ما تدري. ويلي والله صح كلامك سنان، هذا رفعت ابن حج شوكت اخذ سلاحي من ظهري واخذ امي من ايدي اهم. اي وانا ايش راح اسوي هسه؟ انا اقول لك شو تسوي، انت لا تقدر ترجع امك ولا ترجع سلاحك، احسن شي روح اشرب قلاص مي، ومي بارد همين. شبيك حبيبي سنان، عندي كافي عاده الجويل ولا الدعوفه. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ مرحبتين حج نعمان. ها نعمان خير، شبيك؟ شنو العصبية؟ هاي صفية دمرتني، دمرتني والله دمرتني. هاي تي تموتني. عد لا تقولون بعدين ما قلت. مش صاير؟ تو بعد ابني شو تسوي؟ ما تقول لي أنا أسماء بناتي بشرى ويسرى، تمام؟ ما تقول لي حج نعمان أنت جد قديم الخاطر الله. إيه ما تقول لي مين تجيب هاي الأسماء؟ ترى والله كلش قديمة. وليش قديمة عيني؟ على اسم أمي وخالتي. شنو يعني؟ One minute. Excuse me. ماكو إيش حكي. One minute. ماكو عادي كلام اللي يمشي وبس. لك عيني عندك كافي. One minute mister. One minute please. هو حكى 25 دقيقة وهسه دوري حتى أحكي. شوف شكسبير، أنا أحترمك لأن أنت أكبر مني، بس ترى ما أقبل أبدا ترفع صوتك علي، افتهمت؟ أنا هم أعرف أجاوبك زين. One minute لهنا وبس. مكتب الأمان، كل شيء طلع من عيني، أنا رايح. خلص شكسبير، كافي لهنا وبس، بعد ما أتحمل. في مال لا حميد، وانت شكسبير ما يحتاج اصلا نسلم عليك.